الأمر الآخر الذي نريده وهو هل هذا اختلاط؟ هل هذا اختلاط؟ انظر، رجل مع امرأة، هل هذا اختلاط؟ اختلاط. لكن هل هذا محرم؟ الجواب لا. إذن هل هناك صورة من الصور الاختلاط ليس بحرام؟ نعم. وأهم ضابط في ذلك، نعم، إذا أمنت الفتنة، تأجيج الشهوات. امرأة مسنة كبيرة عجوز لا تشتهى لا من قريب ولا من بعيد، ويأتيها شباب ويعطونها السلق وهم أهل ديانة واستقامة واستجابة وطعام كبار السن، أصلا إعداد خبرة وعمر وضوابط، فاجتمعت هذه الأمور، فعندها تطيب النفس إلى هذا الطعام من جهة، وتؤمن الفتنة من جهة أخرى.